السيدة الوزيرة، المواطن البسيط وحتى اللي كينتمي للطبقة الوسطى راه تقرر رجع الذهاب إلى السوق بالنسبة ليه بحال جهنم الكحلة. الصيف جاي، العيد أضحى، ومن بعد الدخول المدرسي، ويمكن لكم تخيلوا السيدة الوزيرة الحالة ديال واحد كيصرف على أسرة من 4 أو 5 الأفراد، لأن غلاء الأسعار مبقاش كيف مادة وحدة أو جوج، بل رجع كيشمل كل المواد الاستهلاكية والخدمات، وهذا الشيء كله في غياب نظرة استباقية من الحكومة، وفي غياب إجراءات قوية اللي من شأنها أنها تخفف على الناس وتدعم القدرة الشرائية ديالهم. وحتى بعض المواد اللي كتراجع الثمن ديالها فذلك لا يكون في مستوى العودة إلى السعر الطبيعي، أي أننا أمام التطبيع مع الغلاء، وعليه فإن الوضع مقلق بزاف، وكيستدعي منكم إجراءات قوية وفورية كما فعلت حكومات في بلدان عديدة، كالدعم المباشر للأسر الفقيرة والتسقيف المرحلي للأسعار والزيادات في الدخل والمراقبة الجدية لكبار المضاربين والمصرية وتجار الأسماك.